طيب قولنا، يعني احنا حصلنا على ميدالية ذهبية كده في آخر البطولة، كلمينا عنها وعن اللاعب البطل المصري اللي حصل عليها، وإيه شعورنا احنا كمصريين ان احنا نحصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس؟ طبعا الميدالية بتاعت أحمد الجندي كانت حاجة رائعة جدا، مجهود مميز جدا، مجهود يعني مجهود سنين، وإنه يعني النشيد الوطني يتعزف في باريس دي حاجة جميلة. طبعا أكيد لحظة كلنا كنا مستنيينها. لعبة الخماسي الحديث من أصعب الرياضات، لأن هو يعتبر بيلعب خمس رياضات مع بعض، مش رياضة واحدة. فأحمد الجندي بعد ما أخد الفضية في طوكيو الدورة اللي فاتت اشتغل على نفسه كتير جدا عشان يقدر ان هو يحقق الذهب، وهو كان فعلا من الناس من أول الأسماء المرشحة ان هم يجيبوا ميدالية ذهب الدورة دي. فحقيقي هو عمل مجهود كبير جدا، مش بس ان هو كسب الميدالية الذهب والمركز الأول، هو كمان كسر الرقم العالمي بعد بالظبط. ما جاب 1555 نقطة وسجله باسم مصر، فدي طبعا حاجة يعني كويسة جدا منه. ده حقيقي جدا. ناس كتير جدا على السوشيال ميديا يمكن قعدت تسأل ايه هو الخماسي الحديث اللي جبنا فيه ذهب، تعتقدي ان ده هيأثر على شعبية لعبة الخماسي الحديث؟ هيعمل نوع من انواع الفضول عند عدد كبير من الأسر المصرية ان هم يلعبوا ولادهم هذه اللعبة؟ كلمينا اكتر عن اللعبة. طبعا هو اصلا من اول اولمبياد طوكيو اللي فاتت والناس بدات تهتم اكتر بالخماسي وتعرف هو ايه. يمكن ساعه طوكيو لما احمد اخد فضيه ما كانش اصلا مرشح انه حد ياخد فضيه في الخماسي، لان احنا عمرنا في مصر ما اخدنا ميداليه في اولمبياد في الخماسي خالص. فمن ساعتها وكمان عزز الكلام ده في باريس 2024 لما اخد الميداليه الذهب، اكيد الناس ده هيشجع ناس اكتر انها تعرف اكتر عن الرياضه. الناس بدات امبارح على فيسبوك بتسال هو ايه الخماسي، طب هو إيه ازاي الفروسيه، طب الحصان وبيلعب بيجي ازاي، فروسيه وبيلعب رمايه وسباحه وكمان وجري. يعني الجري بيعملوا حاجه اسمها ليزر ران، ان هو بيبقى جري ورمايه في نفس الوقت، وسلاح وسلاح. فهي طبعا خمس احنا قلنا ألعاب. السلاح قوليهم تاني كده معلش. السلاح ايوه وسباحه تمام ورمايه وفروسيه والليزر ران والليزر تمام. فهو يعني طبعا كوكتيل كده العاب محتاجه حد عنده قدرات فائقه يعني عشان يكسب. طب شفتي ازاي اداء منتخب المصارعه؟ منتخب المصارعه طبعا يعني كان يعني يمكن من المنتخبات المرشحه ان هي كانت تفوز بميداليه، بس للاسف ده ما حصلش. اكتر من لاعب يعني ما قدرش ان هو حتى يوصل للنهائي. يعني يمكن احنا محمد جبر وصل لعب على البرونز، عبد اللطيف منيع يمكن وصل لعب على البرونز، كنا مستنيين منه ميداليه بس للاسف يعني ما حلفوش الحظ ان هو يكمل. يمكن كان في لعيبه كانوا مفاجاه ان هم خرجوا بدري زي كيشو ومحمد مصطفى. يعني كيشو طبعا اخذ برونز في طوكيو فكنا مستنيين منه ميداليه المره دي. اتظلم كيشو في البطوله وفي تناول الميديا ليه بالظبط. ومحمد مصطفى برضو كان في طوكيو اخذ مركز خامس وكان ساعتها مصاب بالرباط الصليبي، فكنا برضو مستنيين ان هو الدوره دي يعوض حتى ويجيب ميداليه، بس للاسف الحظ ما كانش معاه المره دي.